بعد كده اللي انت عايز تموته. اقول لك مفاجأة يا احمد، انه اعتقد انه مشكله مثلا المواطن العادي، يعني المواطن المصري المسيحي مثلا، مش مشكلته ابدا انه شيخ بيكفره، وقد تبدو دي انها مفاجاه، يعني مش ازمه خالص ولا حاجه بتشغل باله، لان في مرحله كده معينه من ثقه الانسان في نفسه وفي قناعاته وفي تاريخه وفي حضارته، في مرحله من الثقه ما بيبقاش همه ابدا راي الاخر، عايز اقول لك، او راي بالذات الشخص المتطرف. اللي بيبقى يعني بيزيد الأمر قسوة وضيق واحتقان في المجتمع هو إنه المجتمع ما ينتفضش لهذه التصريحات، المجتمع وبقصد بيها الأجهزة الرسمية، زي ما أحمد بيقول إنه مش الأزمة إنه واحد جاهل طلع قال كلمة جهلة، الأزمة إنه ما فيش حد صاحب سلطة قانونية أو سلطة رسمية بندفع ضرائب لأجل هذه السلطة أنها تستمر في شغلها وفي حكمها وفي إدارتها، ما فيش حد منهم بيطلع يحمي هذه الحريات أو يمارس ما يسمى بالقانون اللي أنت كمواطن بتدفع ضرائبه وبتدفع. وده اللي أنا بقول لك أهو، هو الحل.